بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع تلاميذ الخامسة ابتدائي اختبارات الفصل الأول. اليوم إن شاء الله عز وجل أنا مع التاريخ والجغرافيا، اختبار في التاريخ والجغرافيا الفصل الأول لتلاميذ الخامسة ابتدائي. ونبدأ بالتاريخ النموذج الأول. هذا ينقسم التاريخ إلى عدة عصور، وضح ذلك خلال السلم الزماني. مراحل التاريخية، بداية كل مرحلة، نهاية كل مرحلة، معناه يملأ الفراغات في السلم الزمني هذا. ثانيا، أذكر مكان تواجد المعالم التالية: جامع كتشاوة، حدائق بابل المعلقة، الأهرامات، قلعة بني حماد، تاج محل، برج بيزا المائل، تيمغاد وتذمر. ضع كل كلمة مكانها المناسب: تيمغاد شخص، تحول تبازا مصر. المعالم التاريخية تمثل نقطة في التاريخ، سواء كان بسبب مثل الأمير عبد القادر أو الضريح الملكي ب، أو الآثار الرومانية ب، أو الأهرامات ب. الوضعية الإدماجية: في الفترة الممتدة بين 1535 ميلادي و 1664 ميلادي، كانت الجزائر تتمتع بقوة جعلت الدول الأوروبية والأمريكية تسعى إلى كسب ودها ورضاها. اشرح هذا السند موضحا السبب. طيب، النموذج الثاني في التاريخ: اربط بسهم، أو ضع كل مكانة أو كلمة في المكان الجدول: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، قيام الثورة الصناعية في أوروبا، ركود الحضارة الإسلامية، ظهور الكتابة، ركود الحضارة الأوروبية، سقوط روما، انقسامات في العالم الإسلامي، العصر القديم، العصر الوسيط، العصر الحديث، العصر المعاصر. اكتب تاريخ كل سنة: قيام الثورة الفرنسية سنة، تحطم الأسطول الجزائري في معركة نافارين سنة، حادثة المروحة سنة، معركة اسطوالي سنة، اعتلاء لويس الرابع الرابع عشر العرش سنة. تميزت مرحلة التاريخ الوسيط بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت أعظم مرحلة في التاريخ. أذكر مميزات هذه المرحلة وأهم شخصياتها. الوضعية الإدماجية: انطلق التاريخ المعاصر سنة 1789 ميلادي إثر قيام الثورة الصناعية التي كانت نهضة كبيرة لقيام أوروبا. هذه الثورة التي دفعت بهم إلى استعمار دول أخرى لاستغلال المواد الأولية فيها. من خلال هذا السند أجب على هذه الأسئلة: ما هو مفهوم الاستعمار؟ ما معنى الاستعمار الحديث؟ ما هي أسبابه ودوافعه؟ طيب، نشوف النموذج تاع الجغرافيا. شوفوا الجغرافيا، النموذج الأول تاع الجغرافيا: اربط البلدية أو الولاية بما يناسبها. عندنا البلدية وعندنا الولاية. رقعة جغرافية صغيرة من الوطن تختلف المساحة والموقع الجغرافي لها، تضم عددا معينا من البلديات. التنظيم الأكبر من البلديات أصغر وحدة في التنظيم الإداري. لاحظ خريطة بلديات ولاية الجزائر العاصمة. هذه الجزائر العاصمة والبلدية تواح. استخرج منها ثلاث بلديات تطل على البحر، ثلاث بلديات داخلية، وثلاث بلديات حدودية. ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. خطوط الطول ودوائر العرض وهمية، لا يمر بالجزائر أي خط طول. يمر بالجزائر خط غرينيتش ودرجته. مدار السرطان يمر إلى جنوب من مدينة تمرسط. تقع الجزائر بين خطي طول 18 درجة شرقا و10 درجة غربا. تقع الجزائر بين دائرتي عرض 19 درجة و37 شمالا. الوضعية الإدماجية: عاد أخوك من المدرسة مستغربا لأن المعلمة قالت أن هناك خطوط ودوائر تقسم الكرة الأرضية، ولكنه عندما شاهدها في التلفاز لم يرى هذه الخطوط. هل يمكن أن تشرح وتوضح لأخيك هذه المعلومة؟ ما هي الخطوط أو الدوائر التي تمر بالجزائر؟ النموذج الثاني في الجغرافيا: توجد في الشمال الجزائر سلسلتين جبليتين، ما هما؟ ونوعين من السهول، ما هما؟ عرف المناخ، اذكر انواع المناخ في الجزائر، صنف النباتات حسب المناخ الذي تنمو فيه: الارز، النخيل، الصنوبر، القمح، الفلين، الكروم، حشائش الاستبس، اشجار الزيتون، ومزروعات متنوعه في الواحات.
اربط بسهم. مناخ البحر الأبيض المتوسط، المناخ القاري، المناخ صحراوي، شديد الحرارة صيفا، شديد صيفه جاف وحار، شديد البرورة شداء، شتاؤه بارد، شتاؤه دافئ وممطر. الوضعية: تتوفر الجزائر على موارد طبيعية كثيرة ومتنوعة كالأنهار مثلا. تصنف هذه الموارد إلى ثلاثة أصناف اعتمادا على السند. أجب على هذه الأسئلة: ما هي الموارد الطبيعية؟ اذكر أصناف ثلاثة موضحا تلك ذلك بأمثلة. ما هي أهمية الأنهار؟ طيب نمر للحل. نبدأ بالتاريخ. الحل: العصر القديم، العصر الوسيط، العصر الحديث، والعصر المعاصر. بدايته ظهور الكتابة إلى غاية سقوط روما 3200 قبل الميلاد. سقوط روما كان 476 ميلادي. العصر الوسيط ينتهي فتح القسطنطينية 1453 ميلادي. العصر الحديث ينتهي في الثورة الفرنسية 1798 ميلادي. العصر المعاصر ما فيهش نهاية لأننا ما زلنا نعيشه. طيب يذكر مكان تواجد المعالم التاريخية: جامع كتشاوى الجزائر العاصمة، حدائق باب المعلقة العراق، الأهرامات في مصر، قلعة بني حمد في المسيلة في الجزائر، تاج محل في الهند، برج بيزا في إيطاليا، تيمغاد في الجزائر، وتاذمر جاية في سوريا. طيب المعالم التاريخية تمثل نقطة تحول في التاريخ، سواء كان بسبب شخص مثل الأمير عبد القادر، أو الضريح الملكي بتيبازا، أو الآثار الرومانية بتيمغاد، أو الأهرامات بمصر. الوضعية الإدماجية: اكتسبت البحرية الجزائرية مكانة دولية متميزة بفضل تنظيم وقوة بحارتها وشجاعتهم من أمثال عروج وخير الدين ومراد رايس والرئيس حميد وغيرهم. لهذا كانت كثير من الدول الأوروبية وغيرها كالولايات المتحدة، إنجلترا، السويد، وفرنسا وغيرها تدفع أتوات اللي هي ضرائب سنوية للجزائر مقابل كسب ودها وضمان مرورها بسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط. طيب النموذج الثاني: العصر القديم عندنا ظهور الكتابة وسقوط روما. العصر الوسيط مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وركود الحضارة الأوروبية. العصر الحديث ركود الحضارة الإسلامية وانقسامات في العالم الإسلامي. العصر المعاصر قيام الثورة الصناعية في أوروبا. قيام الثورة الفرنسية 1789 ميلادي، تحطم الأسطول الجزائري في معركة نافارين 1827 ميلادي، حادثة المروحة 29 أفريل 1827 ميلادي، معركة طوالي 19 جوان 1830، اعتلاء لويس الرابع عشر سنة 1643 ميلادي، فتح القسطنطينية، انتشار الجهل والظلم والتخلف في أوروبا. طيب هذول اللي نكتبوا فيها شيء. مرحلة التاريخ الوسيط. تاريخ الوسيط: فتح القسطنطينية، انتشار الجهل والظلم والتخلف في أوروبا، انتشار الفتوحات الإسلامية، ازدهار الحضارة الإسلامية في كل مجالات الحياة، أهم شخصياتها عقبة بن نافع، محمد الفاتح، وطارق بن زياد. الوضعية: الاستعمار هو ظاهرة تهدف إلى سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة لاستغلال خيراتها. الاستعمار الحديث: ظهر هذا الاستعمار بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا في القرن التاسع عشر، استهدف البلدان الضعيفة والغنية بالمواد الأولية. من بين أسباب ودوافع هذا الاستعمار استغلال ثروات وخيرات الشعوب، التخلص من المشاكل الداخلية، نشر المسيحية، توسيع الرقعة الجغرافية، وتوفير مناصب شغل وغيرها. طيب نشوفوا الحل تاع الجغرافيا. الجغرافيا النموذج الأول: البلدية رقعة جغرافية صغيرة من الوطن. البلدية تختلف المساحة والموقع الجغرافي لها. البلدية أصغر وحدة في التنظيم الإداري. بينما الولاية تختلف مساحتها والموقع الجغرافي لها. الولاية كذلك تضمك عددا معينا من البلديات، كذلك الولاية التنظيم الأكبر من البلدية. بلدية تطل على البحر، الحمامات، برج البحر، عين البنيان. بلدية داخلية، سحاولة، بيرتوتي، حراش. بلدية حدودية، سيدي موسى، دار البيضاء، معلمة. خطوط الطول ودوائر العرض وهمية، صحيح لا يمر بجزائر أي خط طول، خطأ. يمر بجزائر خط غرينيت ودرجته صفر درجة، صحيح. مدار سرطان يمر إلى جنوب من مدينة تمرسط، خطأ. تقع الجزائر بين خطي طول 18 درجة و10 درجة غربا، خطأ. تقع الجزائر بين دائرتي عرض 19 درجة و37 درجة شمالا، صحيح.
لتحديد موقع ما على سطح الأرض وضع العلماء شبكة وهمية من الخطوط وأطلقوا عليها اسم خطوط الطول ودوائر العرض. يمر بالجزائر خطان رئيسيان هما خط غرينتش ومدار السرطان. نموذج الثاني، سلسلتين جبلتين، هي سلسلة الأطلس التلي مثل جبال الونشريس، سلسلة الأطلس الطحراوي مثل جبال القصور. نوعان من السهول، سهول ساحلية مثل سهل متيجة وسهول داخلية مثل سهل سارسو. طيب، المناخ هو طابع الجو السائد والمعتاد في منطقة محددة من الأرض خلال فترة عام كامل أو أكثر. أنواع المناخ في الجزائر، مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناخ القاري. طيب، مناخ البحر الأبيض المتوسط، الأرز، الصنوبر، الفلين، الكروم، أشجار الزيتون. مناخ القاري، القمح، حشائش الاستبس. المناخ الصحراوي، النخيل، مزروعات متنوعة في الواحات. طيب، مناخ البحر الأبيض المتوسط، صيفه جاف وحار، شتاؤه دافئ وممطر. مناخ القاري، شديد البرودة شتاء وشتاؤه بارد. مناخ الصحراوي، شديد البرودة شتاء شديد الحرارة صيفا. الموارد الطبيعية هي التي توجد في الطبيعة على صورتها الأولية دون أن يكون للإنسان دخل في إحداثها أو تشكيل هيئتها. تصنف الموارد الطبيعية إلى ثلاث أصناف، سطحية كالأنهار، الثروة الغابية، الحلفاء وبعض الحيوانات النادرة كالغزال. بحرية، ثروة سمكية كالمرجان. باطنية، مياه جوفية، معادن مختلفة كالحديد، مصادر الطاقة من البترول وغاز طبيعي. أهمية الأنهار، توفر للإنسان المياه صالحة للشرب، تستغل في ري الأراضي الزراعية، تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، مصدر للثروة السمكية. في الأخير بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجمع الفيديو كذلك الاشتراك في القناة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.